موقع كفرواي دوت كوم. وجميع ما فيه I'm
بالتهاليل الروحية مريم أم الله دائمة البشرية نقدمها ضارعة عنا لفيها قائلين رد يا رب بشفاعة أمك عن الأرض وسكانها وعينات الغضب لا شيء الأكثار والفتن مع الحرب والمجاعة والوباء تحنى على ضعفنا داوي سخمنا وقوي وهننا وفك أسنا وأرح الموتى المؤمنين الذين انتقلوا من بينهم نحن آخرة صالحة فنرفع لك المجد والإكرام الآن وكل آل إلى أبد الآبدين سيئة عوض سيئة بل احرصوا أن تصنعوا الخيرات قدام جميع الناس وإن كان ممكنا فعلى حسب استطاعتكم سالموا كل إنسان ولا تنتقموا لنفوسكم يا أحبائي بلعتم مكانا للغضب لأنه مكتوب إن لم تنتصر لنفسك فأنا أنتصر لك
هكذا يقول الله: فإن جاء عدوك فاطعمه، وإذا عطش فاسقه، فإنك بفعلك هذا تجمع جمر نار على هامته. لا يغلبكم الشر، بل اغلبوا الشر بالخير، والتسبيح لله دائما. واسجدوا له في هيكل قدسه، واشكروا وباركوا اسمه، لأن كل حياة هبة منه. هللويا. أمام بشارة مخلصنا، فليتتقدم البخور يا رب صلي. إيفانجيليون قديش معان يشوان شيخو كرسوس دام بجاي وحنون شليخو مخلص حي علمو فالقد حي والفرخون لشتان سمينا. كونوا في السكون أيها السامع، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله. دخيل دم دبروته المران والوان وفرقا يشع شيحو إبار التلميدة والكنشي. بسم الآب والابن والروح القدس أمين. قال الرب يسوع: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي. إذا حفظتم وصاياي ثبتتم في محبتي، كما حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبته. قلت لكم هذه الأشياء ليكون بكم فرحي، فيكون فرحكم تاما. وصيتي لكم هي أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. فإن عملتم بما أوصيتكم به كنتم أحبائي حقا، والأمان لجميعكم. الذي
تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. بلا توصل الكيل ولا تهم يا مدى الموت والحياة في الدهر العظيم. السلام لك يا مسبح الله، السلام صار الموضوع عليك، السلام لك يا خادم الروح القدوس. يعطي كل منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله. هل أمر السلام يا بان الكاهن النبي. فليكن يا رب السلام جميع أيام حياتنا، ونرفع لك المجدان وكل آل إلى أبد الآمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس تكون مع جميعنا يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك أيضا لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى الأعلى. إنه لحق وواجب أن نمجدك لأنك قدوس واهب الحياة، وأن نسبحك ونشكرك يا من يطوف أمامك محرقين بك كرمين وخلقين ويشدون متألمين بأصوات نقية وألحان سماوية هادفين أوتافا منادية قائلين قدوس. موقع فرواي دوت كوم. سابقوا المنين كلهم
مزنمين بوتار دخشي سابي دايو ديني دخيو تتوصونو دخيو او دينو كباري قوقاني يا بنت الملاو كادو ما سابي اشتاو مني وفي مزيج هذه الكأس تذكرون موتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. إنا نتذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك. ولذلك تضرع إليك بيعتك وبك معك إلى أبيك يستقون. ارحمنا ايها الرب الاله ثابت الكل ارحمنا. ونحن ايضا ابناءك الخطا وقد قبلنا نعمك نشكرك عنها ومن اجلها كلها. لك نسبح لك نمجد لك ومنك نطلب غفران الخطايا والذنوب. استجب يا رب ولأتي روحك الحي القدوس ويحل علي وعلى هذا القربان. Oh,
وقوت الأرواح وعروب النعيم أن تدل البشر أن تدل الإله الملائكة بالخجل والوجل من بهاك العظيم ونحن المساكين كيف نتبعك بركة سيدنا يسوع المسيح تنزل من السماء وتحل علي وعليكم وتغفر ذنوبكم وتكتب أسماءكم في سفر الملكوت السماوي وتنجينا وإياكم من الخزي والعار والنعيم المستقيم باسم الآب والابن والروح القدس له المجد إلى أبد الأبدين أمين. موقع كفرواي.com